السلام عليكم. موقع جمال جدا اسمه التاني وو. الموقع ده فيه ادوات كتير قوي للبي دي اف، وادوات كتير قوي للصور، وادوات للرايت، وادوات للفيديو. الرايت فيه حاجات خاصه بالبارجراف رايتر، تعال نشوفها كده. ابدا اكتب له اي عنوان، وهو من خلال الذكاء الاصطناعي يبدا ان هو يكتب لك المقاله. تقدر تقول له انا عايزها مثلا بكاجوال، او عايزها بشكل رسمي، او 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 تختار الطريقه وتقول له جنريت، يبدا هو يكتب لك المقاله. فكتب لك المقاله، مجرد ان انا كتبت له بس الحاجه اللي انا عايزها، تمام. فده بالذكاء الاصطناعي بيبدا يكتب المقالات، يحسن لك المقالات. لو انت عندك اي مقاله ممكن يحسنها لك، يرجع لك عليها، يبدا يعمل لك اسئله عن الموضوع اللي انت عايزه، ممكن يصلح لك الجرامر. تعالوا كده نبص على الادوات اللي بيستخدمها في الذكاء الصناعي بس عشان يكتب كل الادوات ديت، تمام. ممكن يترجم لك، تديله اي تكست ويبدا ان هو يترجمه. ممكن يشرح لك، يكون انت عندك جمله صغيره هو يبدا ان هو يكتبها لك. طيب في البي دي اف قول له بس عايز كل الادوات بتاعت البي دي اف، فكانك مسطب عندك اداه قويه جدا في كل الحاجات اللي خاصه بالبي دي اف، من غير ما تسطب برنامج او كراك او او او، وكله مجاني ومعتمد على ان هو بيظهر لك اعلان. الصور دي برضو كلها ادوات للصور، في حاجات مثلا بتحول من التاد لاخر، او يضيف لك فريم، او يعمل لك صوره بالذكاء الاصطناعي، او يحول لك البي دي اف للصور او العكس، او يحذف لك الباك جراوند. ممكن تكون انت مصور صوره ووراك باك جراوند، فيخلي صورتك ويحذف الباك جراوند، او ممكن يعمل لك كروب